السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جديد وبيعتمد على شات جي بي تي وبيعتمد على مصادر أخرى، لكن الإمكانيات المجانية بتاعته جبارة، والاشتراك بتاعه $5، فأقل بكتير من شات جي بي تي. طيب لو أنت عندك أي سؤال هتيجي هنا تقول له نيو شات، ويبدأ إن هو يدور ويجيب لك المصادر، وأنت بقى تختار إيه المصادر اللي أنت عايزها. وليكن مثلا عايز أسأله ما هي أفضل طرق تنقية المياه. فهيبدأ ويبدأ يجيب لي المصادر، وأبدأ إن أنا أرتب المصادر اللي هو يجيب منها. تمام، يعني مثلا أنا شايف إن دي أفضل حاجة النتيجة أنا عايزها، أبدأ أرفعها فوق. لأ دي أنا شايف إنها مش كذا، أبدأ إن أنا أنزل وأطلع زي ما أنا عايز، وبعد كده أقول له كونفيرم. هو بيجيب لي معلومات من شات جي بي تي، يعني هو الفكرة إن هو غير بس إيه الطريقة، فبدأ يجيب لي هو الطرق من أكتر مكان، ويبدأ إن هو يحطها لي مع ذكر المصادر. دي طبعا نقطة مهمة جدا في المصادر، وبقية الحاجات لسه موجودة، يعني أقدر أدخل كده يبدأ يجيبهم لي كلهم، فأنا أقول له أنا عايز أشوف السورس بتاع المعلومة ديت، فيبدأ يفتحها لي عشان تتأكد من المعلومة. فهو في فكرة الذكاء الصناعي وفي فكرة المحرك البحث. بصراحة هو جميل جدا، عجبني. تقدر تقول له أنا عايز أعمل اكسبلور للخدمات اللي هو بيعتمد عليها. مثلا هنا ممكن نستخدم فيتنس اكسبيرت، عايز أسأل حد خبير في الفيتنس، عايز تسأله بقى ممكن تقول له مثلا أفضل طرق تربية عضلات مثلا. وتبدأ تدوس انتر، يبدأ بقى هو يدور في الأماكن كلها ويجيب لي أفضل المصادر ويكتب لي ملخص ليها. ما جاوبنيش على طول، قال لي أنا عايز عندي شوية أسئلة عشان أعرف أجيب لك إجابة مخصوص ليك. ونبدأ نشوف. فده جميل، يعني هو مش محرك بحث بس، لا في ذكاء صناعي. انا يعني ممكن اجيب لك نتائج ما تكونش مناسبة ليك، فخليني ادور واجيب لك المصادر. تمام، ويجيب لك تصميمات معينة للالعاب الرياضية، تبدأ بقى تختار منها اللي مناسب ليك. تمام، طب تعال نشوف اكسبلور تاني، هتلاقي حاجات خاصة بالكرياتيفيتي، حاجات خاصة باللايف سيفتي، كل الحاجات دي انا مش دافع فلوس. تمام، حتى لو دفعت فلوس هم $5 في الشهر، اقل بكتير من باقي المواقع، والفوائد بتاعته مذهلة. فحط الموقع ده في الفلتر عندك، في أهم المواقع اللي أنت ممكن تستفاد منها في مجال الذكاء الاصطناعي.